حين أدلى رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات في إحدى مراكز الاقتراع بالأنبار، دعا الحلبوسي الناخبين في محافظات الأنبار وبغداد ونينوى وكركوك وباقي المحافظات إلى الذهاب للانتخابات واختيار ممثليهم. وأشار الحلبوسي أن العراق بحاجة إلى أبنائه وشعبه لاختيار الشخصيات المناسبة القادرة على إدارة المفاصل المحلية عبر انتخابات مجالس المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم، أدعو كافة أهلنا وجماهيرنا في محافظة الأنبار وفي كافة المحافظات في بغداد وفي الموصل وفي كركوك وفي ديالى وفي كل المحافظات في البصرة إلى الذهاب إلى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم رجالا ونساء من أجل اختيار ممثليهم. والمهم أن الكل يحضر هذا اليوم إلى الانتخابات ويعبر عن رأيه بديمقراطية في صلاح الدين في كل المحافظات. العراق بحاجة إلى أبنائه وبحاجة إلى شعبه لاختيار الخيارات الصحيحة التي تقدر على إدارة المفاصل المحلية عبر انتخاب مجالس المحافظات. تتوقعون اليوم مشاركة راح تكون كبيرة جدا؟ بإذن الله تكون طبعا بإذن الله ستكون المشاركة عالية لاعتبارات كثيرة لأهمية الانتخابات واعتبارات أخرى.